أميمة هزيتها بمطارح اللي أماكن في صوتها إنه نحس إنه متجددة. يعني لو نسمع أميمة كأني نسمع في أو تنسجم أغنيتها مع أي بوب ستار موجود في الساحة، لكن في نفس الوقت نحس إنه فما تعب على الكسوة العامة اللي لازم تخرج، والصوت متاعها اللي لازم يكون بارز. هالمفارقة هذه إنه كيفاش تكون مواكبة عصرها وما تنخرطش في منظومة كاملة متاع استهلاك. يمكن لأنه أنا متحدر من مدرسة غربية شوي في الموسيقى، مناش كتير شرقية، وصحيح عصرت كتير من الرموز العالمية في الموسيقى العربية، بس ما اشتغلتش في هذا المضمار كتير. مثل فيروز، أنا من زياد رحباني. أنا مدرسة الروك، مدرسة الجاز، مدرسة الفانك، أكتر راسي حتى عزفاً أعزف هيك. أنا لما نقول لك إنه عندك فنانة يتقال عليها إعلامياً الفنانة الملتزمة أميمة خليل، أي ماذا بيك تشطبها كلمة الملتزمة؟ لا ما شطبتها. أنا أدلك شغلي، وقعت أنا بأول الطريق، وقعت بهذا اللخط اللي موجود. يعني أنا طلبت مني تجي لعندي وأنا مش عارف جيبها لعندي، فكانت الطريق شوي صعبة، واضطريت أنا أكسر شوي لروح لعندها. فطول المدة العشرين سنة اللي خلت، أعمالي خدمت صوتها، بس مش صوتها خدم 100% غرورك الفني، الغرور الفني. هيدا تحقق سنة 2022، وهذا يمكن فرصة لأعلن على التجربة الجديدة. هلأ 2024 حيبدأ ينزل أعمال لأميمة الخليل، بس تغني هاني سبليني، يعني 100% أنا مسؤول عن العمل. 20 سنة للتحرر، كأنه تحرر شعب، يعني خذيت وقت تحرر شعب. وعلى فكرة، لأول مرة حتسمع أميمة عم تغني الدراما عند هاني سبليني، بمعالجة إلكترونية إنما موسيقية، مش ميوزيك إلكترونيك، إنما كله بروسيست يعني.